وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي من النار. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم جميعا عند إخواننا. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا، ونسأله سبحانه وعز وجل أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، آمين. وأن ييسر أمورنا وييسر أمور هذه الأسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وعز وجل أمرنا بهذه اللقاءات الخيرة الطيبة المباركة، ففيها تتلاءم القلوب وتجتمع النفوس وتتحاب كذلك. وبذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله إذا دعي إلى ما فيه خير لا يتراجع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ولذلك كان يوصي الصحابة بهذا الخير، إلا الدعوة لا نتأخر عنها إلا إذا كان هناك من أسباب شغل وكذا. أما مشاركة إخوانك وجيرانك وأحبائك في فرحتهم، هذا من السنة التي تركها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الدعوة إذا دعيت إلى الخير فافعل، إلا أن يكون في ذلك ما يبغض الله عز وجل، أو يكون فيه ما لا يرضي المسلم ولا يرضي المجتمع. أيها الأحبة في الله، نحن الآن في هذه الأسرة المباركة وفي هذا الجوار الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا، وأن يبارك لكل في صاحبه هذا الجلال الإكرام. أيها الأحبة في الله، نحن في أوامر الله سبحانه وعز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن فيه خير وفيه بركة. الرسول الكريم جاء ليجمع الشمل ويجمع الكلمة ويوحد القلوب ويمحو عنها الدرك والضنك وما لا يريده الله ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. واستمعنا إلى هذه الآيات الكريمات المباركات التي تلها علينا الشاب الطيب المبارك عبد الصمد. أسأل الله سبحانه وتعالى عطر هذا المجلس بآيات من الذكر الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يعطر أنفاسنا جميعا الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن هذه الآيات الكريمات المباركات فيها مواضع كثيرة، لقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله، هذه الآيات الكريمات ربنا سبحانه وتعالى يحببنا إليه
يريد لنا الخير أيها الأحبة في الله. ولذلك الذي لم يتيسر له أن يرى هذا الطريق فيعيش ضنكا، يعيش حزنا، يعيش أحوالا نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد لنا الخير، يريد لنا كل ما فيه خير في الدنيا والآخرة، يريد أن يعيش المسلم طيبا مباركا في أجواء هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه عز وجل أرادنا أن نكون مسلمين الذين ابتعدوا عن الطريق وشاركوا الكفار والذين لا علاقة لهم بالله، يعيشون ضنكا، يعيشون حزنا كيفما كانت أحوالهم، حتى إذا كانت الدنيا عندهم أفرغها الله عز وجل عليهم ويعيشون فيها، ولكن عيشة ضنكا. الضنك هو القلق والحزن. والله الذي لا إله إلا كل واحد لا علاقة له بالله سبحانه عز وجل إلا وأنه يكون على يقين أنه يعيش ضنكا، ضنكا حزنا داخليا في قلبه، رغم ما يريد أن يظهره للناس باغبا، يريد أن يظهر الناس أنه بخير وليس بخير أبدا، ولن يكون بخير. لماذا؟ لأنه ابتعد وتنحى عن الطريق الذي أراده الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي. الله تعالى قال لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه: قل هؤلاء الذين أكرمك الله بهم وجعلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أرادهم الخير، قل هذه واجهوا هذا السبيل، هذا الطريق الذي سينفعكم دنيا وآخرة. والله يا إخوة، أي واحد ابتعد عن الله عز وجل لا يعيش إلا الضنك، يعيش الحزن، يعيش القلق، يعيش كلها، وقد تنتهي حياته بحياة لا ترضي أحدا، لا ترضي الله أول، ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضي من كانت فيه نسمة خير ونسمة إيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد، قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هكذا إلى أن ينتهي هذا العالم إلى يوم القيامة. أنا يقول صلى الله عليه وسلم: قل لهم أنا هذا طريقي ومن اتبعني كني هذا طريق. سيرتاح دنيا وآخرة، يرتاح في حياته، يرتاح في نومه، يرتاح في تجارته، يرتاح في علاقته العائلية، كل يجد راحة. ومن غير هذا، كن على يقين بما لا يساومك فيه أحد ولا يناقشك فيه أحد، لأن نحن ننظر إلى المناظر، ننظر إلى الصور، ننظر إلى خارج الإنسان، ولكن الله تعالى يريد أن يهيئ لنا القلوب لتتصل بالله عز وجل. ولذلك أراد الله تعالى لنا الخير، كل ما جاء به سبحانه وتعالى، وكان يسر الله له بطريقة أو بآخر، إما عن طريق والديه، إما عن طريق أساتذته، إما عن طريق الناس وجيرانه، يسر الله له الخير، فذلك يكون في أحسن حال، مبتهجا، نشطا، طيبا النفس، طيبا الجسم. طيب لماذا؟ لأنه عنده علاقة بالذي خلقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى يوم القيامة. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم هذا هو الطريق، طريق طيب مبارك بينه الله تعالى، لا ولن يكون عليه غبش. غبش هو الفلو، قال إنسان هكذا ضبابيا، ما فيش ضبابية، واضح، طريق واضح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا عن طريق الرسل جميعا، من عهد آدم وإدريس وبعد ذلك نوح وهكذا،
والسلسلة الطيبة المباركة التي تتابعت على هذه الأمم، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف وكذا، وإذا تتابعوا وجدوا راحة، حتى الذين يعيشون معهم يجدون راحة. تجد راحة مع أبيك وأمك، لماذا؟ لأنه له علاقة بالله عز وجل. تجدها مع التاجر، تتاجر معه، لماذا؟ لأنه له علاقة في تجارته مع الله عز وجل. تجدها مع أستاذك، تجدها مع مربيك، تجده مع جيرانك، لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدفعنا بطريقة فيها رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف معنى واحد، حب كبير لنا، حب كبير لنا، هيأ لنا كل شيء على أساس أن نعيش حياة طيبة. ولذلك سخر لنا كل شيء، ليس هناك شيء أمامنا ولا في ظهورنا ما نراه في بلادنا أو في بلاد المسلمين أو في حتى في بلاد الكفار وكذا، أنا حياة طيبة تعيشها أنت، هم يعيشون مثل، ولكن الله سبحانه عز وجل بين، قال الذي لا يعيش هذا الطريق والذي لا يتبع هذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يعيش النكد، تشعر النكد حزن، يضيق عليه صدره، تضيق عليه أحواله، رغم ما اكتسب، رغم ما عنده، رغم أن الناس يبجلونه، رغم أن الناس يرفعون من قيمته، ولكن هو ما دام لم يرفع قيمته على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا القرآن الكريم تصفو نفوس الذين ارتبطوا بالله عز وجل. ولذلك سخر لنا كل شيء على أساس أن نعيش حياة طيبة. الذي لا علاقة له بهذا الطريق، كن على يقين أنه أضرب عليه، أنه لا علاقة له بالراحة النفسية أبدا. راحة النفسية راحة تجلو القلوب وتكتنف القلب والجسم، لماذا؟ لأن هذا الخط خط موصول بالله عز وجل. ولذلك ربنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عاطفة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكل الذين اتبعوه والمؤمنون كذلك، حسن، كل آمن بالله ورسوله، كل رضي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرتاح ويصبح بخير، فلا يسير رويدا تحمله هذه الأنفاس الطيبة المباركة حتى تصل به إلى الذي يريده الله له. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الله عز وجل قال هذا الإيمان يساعدكم على رفع قيمتكم. القيمة لا ترتفع بالمال إلا إذا كان حلالا طيبا مباركا وجاء من طريق طيب وصرف كذلك في الطريق الطيب، الإنسان يرتاح وزيادة يزيده الله تعالى خيرا وبركة، يزيده تيسيرا ويمنا في هذه الحياة. لماذا؟ لأنه تابع وسار خطواته تسير على هذا النهج، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، شوف، وقالوا سمعنا وأطعنا، لمن؟ لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، أطعنا، سمعنا كلام الله، لا نسمع كلام الله على أساس أن تنتشي به أرواحنا فقط، ولكن كذلك لنطبق فيه ما استطعنا،
حسن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاعت، سبحان الله. انظروا إلى رحمة الله تعالى في هذا الذي ينتفش، ينتفش نفسه، قل ما هذه، ما ربما قد ينظر إلى الصلاة أنا ثقيلة، وينظر الصيام كذلك، وفي الطريق ثقيل كذلك، الزكاة عليه ثقيلة، الإحسان عليه ثقيلة، كذلك بشاشة وجهه وجمال طياب ثيابه ولباسه وجمال داخله، هذا كله يساعده على أن يرتاح.